كنت خويا مقلم مش خويا فكرني غا في الشهادة فاني باقي لا ولا فهمتي شلي وفا سبيان جوني مار جي باكيتي لازا. يو السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم دريسي في فيديو جديد او رياكشن جديد. الرياكشن تاع اليوم الاخوان على شهاب ولد مراكش، لاحظ تراك سميتو لازون وقلت علاش لا ما نرياكتيش عليه، ولي اول مره يدوز عندي شي دري ولد مراكش. واي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا كيعرف شي دري كيدير راب كيرابي، المهم دري اللي يستاهل يدوز يكتب ليا في كومونتير ولا يدوز عندي الانستغرام خليه لكم هنا، هاي دوز يكتب ليا سميتو ولا يصيفط ليها ليا في انستغرام تاع التراك وندير عليه رياكشن على الراس والعين. المهم الاخوان بلا ما نطول عليكم، لك اول مره كتشوف معايا كان كتهبط لتحت فرقع دير ما سبسكرايب دير داك الجرس باش تكون من اول كتشوف فيديو ديال دري سوسي، ما تبخلش على واحد اللايك وشي كومونتير زوين، وكيف ما العاده البابا ساولي ولو المهم الاخوان نبداو الرياكشن تاعنا. مية في مية تراك يدعو على شي حاجة عاوتاني تتقيس أكثرية فينا بالروج حيت باينة بالأنستري، عارف بلي راه شي حاجة اللي كتقيس كلشي، زعما راه تتقيسنا كاملين فهمتي، شي حاجة اللي ما فيهاش الفايب فهمتي، 100% تكون شي حاجة اللي ما فيهاش الفايب بالروج ولا من الأنستري، عارف أنا واش غادي يكون فيه الفايب. صابر وخل بالك تحكي غيك انا فقني سوني مزيان وخل بالك تحكي غيك انا فقني سوني مزيان ما كان عارفني عجبني هاد كتنافقني واخا تشوفني ضحكه كتنافقني غيك انا فقني سوني مزيان ما كان عارفني. المهم الاخوان هذا اللي داخل دابا راه ما عرفتوش شهاب، بعدا 100% تنعرفو شهاب حيت داز عند كورة، راه شهاب تنعرف شاروت ليه من هنا، شهاب إلا داز نقول لكم هذا هو شهاب داز عند كورة، راه هذا يا إما يكون ياسين يا إتش بلاك، 100% يكون إتش بلاك 100%، قلت أنا إتش بلاك راه يكون. شفتيني قلبي قربتي اقتلني واش نقلي مرويك أوكسجين كيخنقني جلي فاش كيكبي عتكفيق فاش كتجيبو الأطراق اكيد بالدق بابور ديني باك تشتك بكلمة ونتشتك بحرف وصلوا ميساج الوليد قولوا لي عمدي راه ما تفصل بحر يا الموت يا لافونو لا بيرتا ولا المينوك مقطر لي كيزو في الحجار لابس غير كيلوت كلشي عندها ملعب جيب باكيتي لازون نايس 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 هاد الدخله اللي دار بالروج ولا نايس لا بيرتا ولا المينوك قطر لي كيزو في الحجار لابس غير كيلوت كلشي عندها ملعب جيب باكيتي لازون شوي توجور او بندو ميم سي جوني ما جوني ما جوني ما جيب باكيتي لازون شوي توجور او بندو ميم سي جوني ما دابا كنا كدير لي رياكشن لا لا كيجبل العزاوي جوني ما جوني ما الوقت كنحس بيه صاد الرفران عجبني بالرجلة نزيد الصوت الرفران عجبني ما جوني ما جوغو بندو عندها ملعب جيب باكيتي لازان شوي تجوغو بندو ميمسي جوني ما جوني ما جوني ما جيب باكيتي لازان شوي تجوغو بندو ميمسي جوني ما جوني ما جوني ما جيب باكيتي لازان ما الوقت كان حاس بيه تقيل قشا موت نوش الليل عقلي كيكو قلبي بيك قشا عرشا هذا 100% من فهمتي من وجهه تقول هذا سميتو يانيس، الا كان يانيس هو هذاك، الا ما كانش يانيس راه يكون اتش بلاك دابا انا شي بطل عارف بالروج هذا 100% تكون سميتو يانيس بيناتي بعتي بزاف شعب الحاجه تقتله ركع راك كلشي زلط راسي بين الناس ظن كنت غنساك بيت ظن كنت صافي مليت بغيت شمك طول طاك وش فيك قلت لي مكتوب غابوش
وشفا بوغا مزاجي اي جاز مالو غابيغ اي ويا المو بالرجل طيح الريت مخاكك طيح الريت ما كاينش الامر ماشي ان جي اي تكات كامل باقي فراس انا جيج عليها عزيز عليها شاجة ليش الفايب شاجة تهز خاطبك يا تجي مبلاي افكارك تشارك انقو في قلبي راه في الحياة تكون شي فايت محروق من الداخل اش كنقول ببالي ما بقيش قادص داخل لي نفالي جي باكي تي لازان شوي توجور او بندو هذا الرفرع عجبني هذا الرفرع عجبني بالرجل داخل اش كنقول ببالي ما بقيش قادص داخل لي نفالي جي باكي تي لازان شوي توجور او بندو نايس نايس هذا الرفرع عجبني نفالي قول بالي ما بقيش قادص داخل لي نفالي جي باكيتي لازان شوي توجور او بيندو بيسوي جوري ما جي باكيتي لازان شوي توجور او بيندو بيسوي جوري ما هاو شير هذا هو شير راهو هاو اشيو ايه راهو هذا عاودوه بثلاثة المهم هذا هو شير بالي خوان كيف هذا والله حتى شي واحد ما فيه لي فاده نايس شي هبره خطير واخا كيبان لكم يا زيدي وريني بلي انتي مازال كتابو لك خويا قبل ما نموش خويا فكرني غا في الشدا والله الا مقوي انت واحد ما فيه لي فاده يا زيدي كيف هذا والله انت واحد ما في لي فاده يا زيدي وريني بلي انت مازال كتابو لك انت خويا قبل ما نموش خويا فكرني غا في الشدا فاني باقي صغار كيحركو فداه شويه زمان بدا نار بيتو كلشي فرشي سبت الباب قلا ولا فهمتي شيخ الوفا سبتها نايس كاينة واحتراماتي للدراري اللي تي فهمتي اللي تيرابطي وانما النوطه هذه عجبتني واخا بالسبان وانما قاصحه تتحس بها قاصحه البرود على بين نشوف هالبرود شكون البرود راه شي حاجه بزاف شنو البرود بيبسي فور لايف شروت لي كاسات بالرجوله استري ناضي ردوا البال مع شي هبره شي هبره جوني ما جي باكي تي لازان شوي توجور او بينكو ميسي جوني ما كيف هدا ولا انت واحد ما في لي فدا يا زيدي وريني بلي انت مازال كتابر الدنيا زيدي وريني واش باقا كدابه بحال ما في لي فدا يا زيدي وريني بلي انت مازال كتابر الدنيا زيدي وريني مازال انت كدابه ولك انت خويا قبل ما نموش خويا فكرني غا في الشدا نايس ولك انت خويا قبل ما نموش خويا فكرني غا في الشدا فاني باقي صغار كيحركو فدا شويه زمان بدا نار بيتو كلشي فرشي سبت الباب قلا ولا فهمتي شي قلوه فيها سبات تاكل بينا سبات نايس ولي اول مره نسب في شي طراك وانما راه اغنيه هذه بالرجوله في الاول قبل في الاول ندير ديك بليس 18 اللي ما عندوش 18 عام ما يدخلش J'en ai marre. الاول كان طراك الريتم تاعو طايح دخل شي هاب رون الحبس كامل بالرجوله J'en ai marre. J'ai pas quitté la zone, j'suis toujours au bendo. Même si j'en ai marre. J'ai pas quitté la zone, j'suis toujours au bendo. Même si j'en ai marre. Oh.
اي واحد خدم هاد التراك هذا وشي حاجه اللي ناضيه بالروج ولا لا لا من شهاب لا من يانيس لا من اتش بلاك دراري ناضيين بالروج دري تاع مراكش اي واحد كيشوف هاد الفيديو هذا شفتو شي واحد يلا بادي في الراب وعندو ما يتقال اكتب ليا سميتو في كومونتير ولا اكتب ولا يصيفط ليا لي نتاعو في انستغرام نخليه لكم عاود ثاني هنا ما عمري قلت لكم دوزو على انستغرام طلب مره حد فيهم كان الدراري الناضيين ناضيين وما تيبانوش المهم هذا ما كان هذا اول واحد يدوز عندي من الدراري تاع مراكش وكنتمنى ما يكونش اخر واحد واي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا هو مراكش كيعرف شي واحد كيرابي مزيان يدوز وهذا ما كان يا اخوان نوضوا عليكم لك تاول مره كتشوفنا كنكرهوا بدل تحت فرقه ديال المره سبسكرايب ديال داك الجرس باش تكون من اول كتشوف فيديو الدريسوسي ما تخرجش واحد اللايك وشي كومونتير زوين وكيف ما العاده البابا سولوا ولو وما تنساوش لي دار تراك في الديسكريبشن